درر فقهية من فقه الأطعمة والأشربة. الأصل في الأطعمة والأشربة أنها حلال لقول الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، إلا ما جاء نص بتحريمه مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والخمور ونحو ذلك. ومما ورد في الشرع تحريم تناوله كل ما ثبت ضرره على الإنسان لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، والأطعمة والأشربة النجسة لقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. فالله تعالى نص على تحريم الخبائث والنجس من الخبائث، ويحرم كذلك تناول المخدرات بجميع أنواعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ومن الأمور المحرمة التي انتشرت في هذا الزمن ويجب على المرء تجنبها والحذر منها شرب الدخان، لأنها من الخبائث لما فيها من الضرر وإصابة الجسم بأمراض مزمنة مهلكة، وثبت ذلك يقينا في البحوث الطبية المعاصرة. ويحرم أيضا شرب الحبوب المنبهة والمنومة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك وبتوصية من طبيب مختص، وذلك لأن فيها مضار على متعاطيها.